الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الميامين، ولعنة الله على أعدائهم الظالمين. كانت الولادة الميمونة الطاهرة والذرة الفاخرة في اليوم الخامس من شهر جماد الأولى في السنة الخامسة والسادسة للهجرة على ما حققه بعض الأفاضل، وقيل في غرة شعبان في السنة السادسة، وعن الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالته الزينبية: ولدت في حياة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت لبيبة جزلة عاقلة لها قوة جنان. فإن الإمام الحسن عليه السلام ولد قبل وفاة جده بثمان سنين، والحسين عليه السلام بسبع سنين، والسيدة الحوراء زينب بخمس سنين. ولما ولدت عليها السلام جاءت بها أمها الزهراء إلى أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، وقالت له: سم هذه المولودة. فقال عليه السلام: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في سفر لا، ولما جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن اسمها فقال: ما كنت لأسبق ربي تعالى. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام يقرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله الجليل، وقال له: سم هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم. ثم أخبره بما يجري عليها من المصائب، فبكى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من بكى على مصاب هذه البنت كان كمن بكى على أخويها الحسن والحسين عليهم السلام. وتكنى بأم كلثوم وأم الحسن، وتلقب بالصديقة الصغرى والعقيلة وعقيلة بني هاشم وعقيلة الطالبيين، والموثقة والعارفة والعالمة غير المعلمة والكاملة وعابدة آل علي وغير ذلك، وذلك من الصفات الحميدة والنعوت الحسنة. وهي أول بنت ولدت للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. ولقد كانت نشأة هذه الطاهرة الكريمة وتربية تلك الذرة اليتيمة في حضن النبوة، ودرجت في بيت الرسالة، رضعت لباني الواحي من ثدي الزهراء البتول، وغديت بغداء الكرامة من كف ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنشأت نشأة قدسية، وربيت تربية روحانية متجلببة جلابيب الجلال والعظمة، متردية رداء العفاف والحشمة. فالخمسة أهل العباء عليهم السلام هم الذين قاموا بتربيتها وتثقيفها وتهذيبها، وكفى بهم مؤذبين ومعلمين. ولما غربت شمس الرسالة
وغابت الأنوار الفاطمية وتزوج أمير المؤمنين عليه السلام بأمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوصية من السيدة الزهراء عليها السلام، إذ قالت: وأوصيك أن تتزوج بأمامة بنت أختي زينب تكونوا لولدي مثلي. فقامت أمامة بشؤون زينب خير قيام كما كانت تقوم بشؤون بقية ولد فاطمة، وكانت أمامة هذه من النساء الصالحات القانتات العابدات، وكانت الحوراء زينب عليها السلام تأخذ التربية الصالحة والتأذيب القويم من والدها الكرار وأخويها الكريمين الحسن والحسين عليهم السلام، إلى أن بلغت من العلم والفضل والكمال مبلغا عظيما. ولما بلغت صلوات الله عليها مبلغ النساء ودخلت من دور الطفولة إلى دور الشباب، خطبها الأشراف من العرب ورؤساء القبائل، فكان أمير المؤمنين عليه السلام يردهم ولم يجب أحدا منهم في أمر زواجها. وممن خطبها الأشعث بن قيس، وكان من ملوك كنده على ما في الإصابة، فزبره أمير المؤمنين عليه السلام وقال: يا ابن الحائك، أغرك ابن قحافة زوجك أخته؟ والحائك هنا المحتال والكذاب. وكان أبو بكر زوج أخته أم فروة بنت أبي قحافة من الأشعث، وذلك أن الأشعث أرقد في من ارتد من الكنديين وأسر فأحضر إلى أبي بكر فأسلم وأطلقه وزوجه أخته المذكورة فأولدها محمد بن الأشعث، وهو أحد قتلة الحسين عليه السلام. ثم إن الذي كان يدور في خلد أمير المؤمنين أن يزوج بناته من أبناء إخوته ليس إلا امتثالا لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين نظر إلى أولاد علي وجعفر وقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا، وذلك دعا بابنه بابن أخيه عبد الله بن جعفر، وشرفه بتزويج تلك الحوراء الإنسية إياه على صداق أمها فاطمة 480 درهما، ووهبها إياه من خالص ماله. وذكر بعض حملة الآثار أن أمير المؤمنين عليه السلام لما زوج ابنته من ابن أخيه عبد الله بن جعفر اشترط عليه في ضمن العقد ألا يمنعها متى أرادت السفر مع أخيها الحسين. وكان عبد الله بن جعفر أول مولود في الإسلام بأرض الحبشة، وكان ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظ حديثه، ثم لازم أمير المؤمنين والحسين وأخذ منهم العلم الكثير. قال في الاستيعاب: وكان كريما جوادا ظريفا خليقا عفيفا سخيا يستمي بحر الجود. وأخبار عبد الله بن جعفر
في الكرم الكثير، وكان يدعوه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أيسر بني هاشم وأغناهم، وله في المدينة وغيرها قرى وضياع ومتاجرة عذا ما كانت تصله من الخلفاء من الأموال، وكان بيته محط آمال المحتاجين، وكان لا يرد سائلا قصداه، وكان يبدأ بالفقير بالعطاء قبل أن يسأله. فسئل عن ذلك فقال عبد الله بن جعفر: لا أحب أن يريق ما أوجهه بالسؤال. حتى قال فقراء المدينة بعد موته: ما كنا نعرف السؤال حتى مات عبد الله بن جعفر. ولا زالت الصديقة الحوراء زينب عليها السلام في بيت زوجها عبد الله بن جعفر الجواد، وهو من علمت ثروته ويساره وكثرة أمواله وخدمه وحشمه. يوم ذاك تخدمها العبيد والإماء والأحرار، ويطوف حول بيتها الملاك من ذوي الحوائج وطالبي الاستجداء، وكان بيتها الرفيع سلام الله عليها، وحرمها المنيع لا يضاهيه في العز والشرف، وبعد الصيت إلا بيوت الخلفاء والملوك. وأما شرفها عليها السلام فهو الشرف الباذخ الذي لا يفوقه شرف، فإنها من ذرية سيد الكائنات وأشرف المخلوقات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد قال رسول الله: كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة، فإني أنا أبوهم وعصبتهم. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه، وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي عليه السلام، فهذا الشرف الحاصل للسيدة زينب عليها السلام شرف لا مزيد عليه. فإذا ضممنا إلى ذلك أن أباها علي المرتضى وأمها فاطمة الزهراء وجدتها خديجة الكبرى وعمها جعفر الطيار في الجنة وعمتها أم هانئ بنت أبي طالب وأخويها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأخوالها وخالاتها أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبناته، فماذا يكون هذا الشرف؟ وإلى أين يأتي وإلى أين ينتهي شأوه ويبلغ مداه؟ وإذا ضممنا إلى ذلك أيضا علمها وفضلها وتقواها وكمالها وزهدها وورعها وكثرة عبادتها ومعرفتها بالله تعالى، كان شرفها شرفا خاصا بها وبأمثالها من أهل بيتها، ومجدها مجدا مؤثلا لا يليق إلا بها وبهم عليهم السلام. ومما زاد في شرفها ومجدها أن الخمسة الأطهار أهل الكساء عليهم السلام كانوا يحبونها حبا شديدا، وحدث يحيى المازني قال: كنت في جوار أمير المؤمنين عليه السلام
في المدينة مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه الحوراء زينب ابنته، فوالله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخرج ليلى والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين عليه السلام أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين عليه السلام فأخمد ضوء القناديل، فسأله الحسن عليه السلام مر عن ذلك، فقال أمير المؤمنين أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك الحوراء زينب. وورد بعض المطلعين أن الإمام الحسن عليه السلام لما وضع الطشت بين يديه وصار يقذف كبده وسمع بأن أخته الحوراء زينب تريد الدخول عليه، أمر وهو في تلك الحال برفع الطشت إشفاقا عليها. وجاء في بعض الأخبار أن الإمام الحسين عليه السلام كان إذا زارته السيدة زينب يقوم إجلالا لها، وكان يجلسها في مكانه، ولعمري إن هذه منزلة عظيمة للسيدة زينب عليها السلام لها وأخيها الحسين، كما أنها كانت أمينة أمينة أباها على الهدايا الإلهية. ففي حديث مقتل أمير المؤمنين الذي نقله المجلسي في تاسع البحار نادى الإمام الحسن عليه السلام أخته زينب: أم كلثوم، هل أمي بحنوط جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فبادرت الحوراء زينب مسرعة حتى أتته به، فلما فتحت فاحت الدار وجميع الكوفة وشوارعها لشدة رائحة ذلك الطيب. وقال الفاضل الأديب حسن قاسم في كتابه: السيدة زينب هي السيدة الماهرة الزكية، زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وشقيقة ريحانتيه، لها أشرف نسب وأجل حساب وأكمل نفس وأطهر قلب، فكأنها صيغت في قالب ضمخ بعطر الفضائل، فالمستجلي آثارها يتمثل أمام عينيه: رمز الحق، رمز الفضيلة، رمز الشجاعة، رمز المروة، فصاحة اللسان، قوة الجنان، مثال الزهد والورع، مثال العفاف والشهامة، إن في ذلك لعبرة. وقال أيضا: فإن في النساء شهيرات، فالسيدة أولاهن، وإذا عدت الفضائل فضيلة فضيلة، من وفاء وسخاء وصدق وصفاء وشجاعة وإباء وعلم وعبادة وعفة وزهادة، فالسيدة زينب عليها السلام أقوى مثال للفضيلة بكل مظاهرها. وقال العلامة السيد جعفر آل بحر العلوم الطباطبائي في كتابه:
تحفة العالم بالنجف السيدة زينب الكبرى زوجة عبد الله بن جعفر، تكنى أم الحسن، ويكفي في جلال قدرها ونبالة شأنها ما ورد في بعض الأخبار من أنها دخلت على الإمام الحسين عليه السلام وكان يقرأ القرآن، فوضع القرآن على الأرض وقام إجلالاً لها، وقد جمعت بين جمال الطلعة وجمال الطوية حتى أنها اشتهرت في بيت النبوة ولقبت بصاحبة الشورى، وكفاها فخرا أنها فرع من شجرة أهل بيت النبوة الذين مدحهم الله تعالى في كتابه العزيز. وأما علمها عليها السلام فهو البحر الذي لا ينزف، فإنها سلام الله عليها هي المتربات في مدينة العلم النبوي المعتكفة بعد بباب العلوي المتغدات بلبانه من أمها الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، وقد طوت عمرا من الدهر من الإمامين الصبطين يزقانها العلم زقا، فهي من عباب علم آل محمد عليهم السلام وعباب فضائلهم الذي اعترف عدوهم الألد يزيد الطاغية بقوله في الإمام السجاد عليه السلام إنه من أهل بيت زق العلم زقا، وقد نص لها بهذه الكلمة ابن أخيها الإمام علي بن الحسين عليه السلام فقال أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، يريد عليه السلام أن مادة علمها من سنخ ما منح به رجالات بيتها الرفيع، أفيض عليها إلهاما لا يتخرج على أستاذ أو أخذ من مشيخه، وإن كان الحصول على تلك القوة الربانية بسبب تهذيبات جدها وأبيها وأمها وأخويها أو لمحض انتمائها عليها السلام إليهم واتحادها معهم في الطينة المكهربين ذاتها القدسية، فأزيحت عنها بذلك الموانع المادية وبقي مقتضى اللطف الفياض وحده